الو، ايه يا اسطى حوده؟ الرباب بتقطع ومش عايزه تدور. ايوه، لا يا عم لسه مغير الفلاتر. نوع البنزين؟ انا المره دي حطيت بنزين 80. هي بتفرق؟ انا كده فهمت. كلنا بنسأل عن انواع البنزين ورقم الاوكتين، بس قليل قوي اللي دوروا على تفسير العلاقه بين السعه لتر الموتور اللي هي السي سي ونوع البنزين اللي بتمونه بيه. نوع البنزين والرقم الاوكتيني للبنزين بيعتمد على حاجة اسمها نسبة الانضغاط، وبتكون تقريبا من 7 لـ 12 في معظم العربيات، وكل ما زادت النسبة كل ما بقى الموتور متأقلم مع نوع بنزين اعلى في رقم الاوكتين. فمثلا بنزين 80 بيناسب محرك نسبة انضغاطه 8، بنزين 92 بيناسب محرك نسبة انضغاطه 10، بنزين 95 بيناسب محرك نسبة انضغاطه 11. في كمان معلومات غلط متداولة، زي ان بنزين 80 مضرب البيئة اكتر من 92 و95، بس الكلام ده مش حقيقي لان البنزين كله دلوقتي خالي من الرصاص. وبرضو موضوع ان بنزين 92 و95 انضف من بنزين 80 وما فيهوش شوائب بتسد الفلاتر، لان مسألة النظافة دي متعلقة بنظافة خزانات المحطة وملهاش اي علاقة بنوع البنزين. طب ايه اللي هيحصل لو حطيت بنزين رقم الاوكتيني اقل من اللي لازم تستخدمه في عربيتك؟ عزم العربية بيقل وصوت الموتور بيعلى ويسقف وبيبقى فيه صوت تكتكة، وده على المدى الطويل بيأثر من عمر الموتور، ده غير ان على المدى القصير بيزود من استهلاك العربية للبنزين. دي كانت معلوماتنا النهاردة، اشوفكوا الحلقة الجاية.